اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ارحب بالناقد الرياضي ومدير تحرير يلا كوره الاستاذ كريم رمزي. مساء النور يا استاذ كريم. مساء النور كابتن، اهلا اخبارك؟ الله يخليك. امبارح كان يوم تاريخي في كره القدم، صحيح، فيما يتعلق بكاس العالم اكيد. يعني حابب تبتدي بالترتيب؟ نبتدي بالترتيب، اوكي، ناخد الماتش الاول اتفضل. اول ماتش طبعا كان عندنا نيجيريا وفرنسا. نيجيريا قدمت كوره كويسه جدا في كاس العالم، عملت شغل كويس جدا، واحده من المنتخبات الافريقيه اللي شرفت الكره الافريقيه في كاس العالم. احنا شفنا مستوى شبه هزيل لبعض المنتخبات الافريقيه زي الكاميرون، زي حتى كوت ديفوار اللي قدمت شويه ورجعت شويه، غانا برده ما كانتش على المستوى المامول. نيجيريا مع الجزائر قدموا مستوى افريقي كويس. نيجيريا امبارح ارهقت فرنسا بشكل واضح جدا. فينزت انياما حارس نيجيريا ده من وجهه نظري افضل حارس في المونديال، حارس ممتاز جدا، يعني وديك الفرنسي اهو. قتل هجمات كثيره لفرنسا امبارح. اتصور ان فرنسا عانت كتير قدام نيجيريا. عايز اضيف لك كمان ان فرنسا واحده من احسن المنتخبات الاوروبيه اللي بتقدم في كاس العالم مع المنتخب الالماني، ورغم كده هي عانت امبارح. عايز اقول لك مثلا ان فرنسا لعبت قدام نيجيريا امبارح الساعه 1 الظهر. واحده الظهر دي اتصور ان هي ممكن ما تخليش المنتخبات الاوروبيه تنافس على البطوله في الاخر. سواء فرنسا او حر جدا، صعب جدا على المنتخبات الاوروبيه. وعايز اقول لك ان دي مثلا من الحاجات اللي ممكن تكون عامل اساسي ان كاس العالم في قطر مثلا في 2022 لازم يبقى في الشتاء، ده لو ما مشيش من قطر. بس لازم هيبقى في الشتاء، مستحيل يبقى في الصيف بالمنظر اللي شفناه في البرازيل دوت، انه 50 درجه حراره في الوقت ده في قطر. مستحيل مستحيل الناس بتعاني. احنا شفنا اول مره في كاس العالم نشوف وقت مستقطع في ماتش هولندا الاخير. يعني دي كانت من الحاجات الغريبه ان احنا نشوف وقت مستقطع الحاجات اللي بتحصل في الهاند بول والفولي بول، وقت مستقطع دي شفناها في كاس العالم في كره القدم عشان حراره الجو. فرنسا امبارح تغيير جريزمان في الدقيقه 80 اللي عملها ديشام، دي اتصور انها غيرت من شكل فرنسا تماما. فرنسا بتلعب بشكل كويس جدا، كريم بنزيما بيقدم افضل مستوياته تاريخيا مع منتخب فرنسا زي ما عمل افضل مستوياته مع ريال مدريد السنه دي. فرنسا منتخب تقيل جدا يقدر ينافس على البطوله. طبعا نيجيريا كانت تقدر تكمل، بس في النهايه لما بتتكلم في كوره بتتكلم في عناصر، هو ده اللي هنتكلم عليه. أوكي. في ماتش الجزائر الجزائر قدامنا طبعا، احنا كنا شفنا طبعا جماهير فرنسا في باريس والكلام ده، دول جماهير الجزائر بقى في فرنسا. صحيح. في فرنسا. صحيح. نتكلم بقى على الماتش الاهم بالنسبه لنا. صحيح. الجزائر امبارح كانت منتخب مبهر بصراحه. كنت بكلم حضرتك قبل الهوا انه حتى الناس، ونتكلم بشكل صادق يعني، بعض الناس كانت ما بتتعاطفش مع الجزائر على خلفيات سابقه. مصر كلها امبارح كانت بتشجع الجزائر، مصر كلها امبارح كانت متعاطفه مع الجزائر. الجزائر اجبرت الوطن العربي كله، مش الوطن العربي بس، ده اجبرت معظم دول العالم على احترامها امبارح قدام المانيا. الماتش اللي انا شخصيا كنت شايفه محسوم قبل المباراه لالمانيا، المانيا مرشحه اولى مع الارجنتين والبرازيل للفوز بالبطوله. لما تلعب الجزائر طبيعي ان الفوز يبقى سهل بالنسبه لها. لا، الجزائر عملت ماتش كبير امبارح. عايز اقول لك حتى فنيا الجزائر كانت واقفه على رجليها، تشوف ما كانش فيه تطفيش للكوره، كان فيه نقل للهجمات المرتده بشكل كويس. الحارس رايس مبوحي عمل رجل المباراة، هو مان اوف ذا ماتش فعلا، لاعب سيسكا صوفيا البلغاري، عمل مباراه كبيره جدا. كمان عايز اقول لك انه مش بس ده اللي عمل مباراه كبيره، مانويل نوير عمل مباراه كبيره، حارس المنتخب الالماني، رغم ان ما اتعملتش عليه هجمات مباشره كتير، ولكن فسخ كل الهجمات المرتده للمنتخب الجزائري بشكل حلو. فسخ بشكل كان بيلعب ليبرو. صحيح. ليبرو المنتخب. عايز اقول لحضرتك حاجه، مثلا انه انا كنت حاضر في مونديال الانديه اللي في المغرب، مباراه بايرن ميونخ ورجاء في فاينل كاس العالم الانديه. وكنت دايما بشوف مانويل نوير واقف على دايره ال 18 ما بيتحركش منها. ومش بس يعني، دايما نقول ايه، الوقف في المنطقه دي بيبقى خطر، لكن هو بيعملها بذكاء يعني واضح جدا. بيعرف امتى يتحرك لقدام ويخطف الكره، ويعرف امتى يرجع خطوتين لورا ويرجع لمرماه بسرعه لو الهجمه هو مش قريب من الكره. امبارح كل الهجمات المرتده اللي لعب عليها الجزائر قتلها خالص مانويل نوير. اتصور كمان انه الجزائر الخطه اللي لعب بيها وحيد هيروزيتش امبارح، هو كان بيطورها من 5-4-1 واحيانا بتبقى 6-3-1. دافع بشكل كويس، اي نعم السيطره كانت واضحه جدا للمنتخب الالماني. الاحصائيات بتقول ان 78% كان المنتخب الالماني مقابل 22% للمنتخب الجزائري، ولكن المنتخب الجزائري امبارح كان خطير جدا على المنتخب. انت طبعا متذكر الماتش ده طبعا، ده 82
ها؟ اه 82 مظبوط هم تاريخ. هم خلصوا طارهم امبارح صحيح الالمان خلصوا طارهم في الجزائر. لكن انت كان ليك راي في المنتخب الجزائري الحالي فيما يتعلق بمشاركات المنتخبات العربيه بشكل عام والجزائريه بشكل خاص. صحيح، اولا هي الجزائر اول مره توصل في تاريخها لدور 16 في كاس العالم، دي اول مره في تاريخها. كان اخر منتخب عربي وصل لدور 16 كان المنتخب السعودي في 94، ده يعني بقى لنا 20 سنه، وكان قبله اول منتخب عربي افريقي يوصل للدور دوت كان المغرب في 86. ولكن انا من وجهه نظر المغرب 86 كان مستوى عبقري، مغرب 98 كان مستوى عبقري، السعوديه 94 كان مستوى هايل. انا شايف انه الجزائر قدمت افضل مستوى عربي في تاريخ بطولات كاس العالم من وجهه نظري. كانت بتقدم كره كويسه، مش بس بتحقق نتائج. يعني انت ممكن مثلا، يعني انا يعني اتصور مثلا ان ماتش مصر وهولندا احنا عملنا فيه نتيجه كبيره جدا، بس ما قدمناش مستوى كبير، كنا بندافع كويس، كنا بنعطل اللعب كويس. لكن الجزائر لعبت كوره كويسه، لعبت شفنا كوره كويسه، شفنا امبارح حتى واحنا بنتفرج على الماتش كنا في بعض الناس اللي قاعدين حوالينا طفش الكوره حرام الكوره جايه عليك وبتاع، لا كانوا بينقلوا الكوره من الدفاع ويعرفوا يوصلوها ازاي، يباصوا الكوره ما يكونوش بيطفشوا الكوره. امبارح الجزائر كانت واقفه على رجلها، كان عندها مستوى مبهر جدا. عايز اقول لك معلومه كمان، المدرب بتاعهم البوسني وحيد هيلوزيتش ده كان هيمشي قبل كاس العالم مع خلاف مع روراوا رئيس الاتحاد الجزائري والله. وخلاف مع الاعلام الجزائري، وكانت الناس بتقول انه مش هيحقق نجاحات. عايز اقول لك ان المدرب ده نفسه كان بيدرب كوت ديفوار قبل كاس العالم 2010 ومشوه قبل كاس العالم، كوت ديفوار مشيته قبل كاس العالم برضو. يعني عايز اقول لك المدرب عمل فعلا معجزه شرف الكره الافريقيه كلها. ودموعه امبارح بعد المباراه زعل جدا. انت شوف بس اقول لك حاجه، انت في ملاحظه كويسه جدا، انه انت اول ما الحكم اطلق صفاره الوقت الاصلي تشوف الحزن على وجهه وعارف ومتاكد ان اللياقه البدنيه مش هتسعفه. انت بتلعب الالمان قبل الاكسترا تايم بالظبط، هو خلاص انا عرفت ان الماتش ضاع، هو كان نفسه يستغل الامر في هجمه مرتده. كنت عمرك كنت تشوف استاذ كريم ان الالمان فرحانين بالشكل الاستيلي ده وهم بيكسبوا منتخب عربي؟ يعني هم متصورين منتخب عربي ده يعني هيعدوه 3 4 اهداف كده وهم مستريحين. يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الالماني قال لك دي اصعب مباراه واجهتها في كاس العالم، وطبعا فعلا كانت المباراه صعبه، كان متوتر جدا بره الملعب لعيبه الالمان. رغم ان مثلا يعني انا عايز اقول حاجه، مثلا انا تصورت ان الكعبله توماس مولر في فاول كده في نهايه المباراه ان هو ده من التوتر. اي نعم توماس مولر طلع توتر ولا هي خطه؟ ما هو توماس مولر طلع قال ان هي خطه. هي خطة. لان احنا شفنا حاجات مشابهه قبل كده، ضربات جزاء وحاجات. بس انا اتصور انه المنتخب الالماني اداؤه امبارح كان فيه توتر كبير. كمان ناقصه اتصور انه مسعود اوزيل لعيب ناقص في المنتخب الالماني. يعني الالمان فعلا امبارح يعني معلق المباراه كان بيتكلم ب 10 لعيبه، وفعلا مسعود اوزيل كان غايب تماما. وبصراحه انا اول مره اشوف مسعود اوزيل يلعب 120 دقيقه، رغم ان هو جاب جون في الدقيقه 120. بس مسعود اوزيل لياقه بدنيه ضعيفه جدا، حتى لما كان بيلعب مع ريال مدريد ما يكملش 70 دقيقه. كان لعيب مستواه هزيل جدا جدا. ماريو جوتزا برده ما كانش في المستوى المامول منه. في لعيب مهم جدا يا كابتن مدحت، ومش عارف حضرتك لاحظت معايا ولا لا، توني كروز لعيب وسط المنتخب الالماني ولاعب بايرن ميونخ، افضل لعيب بيمرر كرات في كاس العالم. وهو كان افضل لعيب بيمرر كرات في دوري ابطال اوروبا. لعيب ممتاز جدا، رجله دي ما بتطلعش ميس باس خالص. هو بيتقال ان هو على وشك ان هو يروح ريال مدريد، كان دايما في خلافات بينه وبين جوارديولا في بايرن ميونخ. انا شايف انه واحد من افضل لعيب كاس العالم، ومن الناس اللي اسمها ما بتترددش على لسان الناس. خليني بقى اقول لك حاجه، امبارح طبعا كل الدنيا اتكلمت على الجزائر، لكن تحديدا لما تروح مثلا نجوم كبار زي واين روني مثلا. واين روني طلع وقال لك ان الاداء الكبير اللي قدمه المنتخب الجزائري امام المانيا واقترابهم من تحقيق مفاجاه خلانا نحب الكره الجزائريه. ده واين روني. صحيح. تروح الناحيه الثانيه مثلا مايكل بالك طبعا النجم الاسطوري الالماني ابدى استياءه من منتخب بلاده وقال اخيرا انتصرنا في هذه المباراه التي شهدت تالقا كبيرا للاعبي المنتخب الجزائري لقد قاتلوا الى غايه الدقائق الاخيره، هم حقا يستحقون اكثر من هذا الدور. صحيح، رغم ان هو الماني. جيرارد ستيفن جيرارد طبعا قائد ليفربول ومنتخب الانجليزي طبعا المنتخب، قال لك المنتخب الجزائري كان افضل المنتخبات الافريقيه المشاركه في بطوله كاس العالم على مدار التاريخ. صحيح، يعني بالفعل زي ما انت قلت هو منتخب الجزائر امبارح ابهرنا بكل. طبعا هو التاريخ مش هيحمل كلمه اداء، تاريخ. صحيح. لكن احنا على الاقل كمنتخبات عربيه
حسينا بقيمه هذا المنتخب العظيم. صحيح، هختلف 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 بس مع، مش عارف حضرتك كنت بتقرا تصريحات مين في الاخر. قال انه المنتخب الجزائري قدم افضل منتخب، افضل اداء افريقيا في تاريخ المونديال، ممكن نقول افضل اداء عربي، لكن بصراحه غانا في 2010 هي عملت افضل اداء افريقي. غانا في وجهه نظري طبعا، من انتش الكاميرون بالظبط، لسه اقول لك يعني بس غانا غانا في المونديال اللي فات كانت على وشك السيمي فاينل لو تفتكر ماتش الاورجواي وسواريز واللمسيين. غانا عملت شغل كويس جدا في 2010. طيب. نروح بقى الماتشات النهارده. تمام، عندنا النهارده مباراتين في ختام دور ال 16. صحيح، خلاص. المباراه الاولى بلجيكا وامريكا. تمام. بلجيكا كان من المفترض ان هي قبل المونديال هي الحصان الاسود الاول لكاس العالم. بلجيكا وصلت يعني حصلت على 9 نقاط في دور المجموعات، ورغم كده بلجيكا لسه ما قدمتش المستوى المتوقع منها. هي يعني شوف خدت 9 نقاط. نعم. ورغم كل دوت ما قدمتش المستوى المأمول منها، وخطف منها لقب الحصان الاسود لحد دلوقتي باداء وشغل كويس المنتخب الكولومبي. المنتخب الكولومبي منتخب مبهر، ولو عندنا شويه وقت هقول لك رايي في المنتخب الكولومبي، عشان انا شايف انه كمان فرصه هتبقى افضل من المنتخب البرازيلي في دور الثمانيه. هنرجع تاني، بلجيكا عندها عناصر، كويسه جدا، فان بويتن التيدور طبعا كان ظاهر معانا من شويه بيقول انا جاهز تماما للمباراه عشان كان في شكوك. صحيح، من الاصابه بالظبط. عندك هازارد ما لعبش الماتش اللي فات، كان عنده اصابه، وهو احد اللعيبه المهمه. عدنان لاعب مانشستر يونايتد، مروان فلاني لعيب مهم جدا لعيب مانشستر يونايتد، من هم ما كانش متالق كتير في الدوري الانجليزي لكن عامل شغل مع بلجيكا في كاس العالم بشكل كويس. امريكا هي مفاجاه كل البطولات، يعني لا. انا دايما اقول ايه، ان امريكا هي مفاجاه كل البطولات. شفنا صعدت ازاي على حساب المنتخب الغاني والمنتخب البرتغالي مع المانيا لدور ال 16. امريكا عملت شغل كويس جدا في دور المجموعات، من اكثر المنتخبات اللي عملت اداء كويس، عندها عناصر كويسه جدا. ديمسي قائد المنتخب الامريكي، هو احد افضل اللعيبه في المنتخب الامريكي على مر تاريخه كمان، يعني عامل شغل كويس معاهم، عندهم عناصر كويس، عندهم مايك برادلي اللي انا شايفه من افضل لعيبه وسط الملعب في ابن الكرة. برادلي ابن برادلي لعيب هايل، شفت حضرتك حلق شعره كذا برادلي بالظبط، لو حضرتك بتركز على لعبه ما بيطلعش برده ميس باس. لعيب تحركاته كويسه، بيظهر للعيبه كويس، لعيب وسط ملعب مثالي جدا. أوي. اتصور ان المباراه بلجيكا وامريكا في هيبقى فيها نديه، انا من وجهه نظري هتبقى افضل كمان من مباراه الارجنتين وسويسرا. طيب. دي بلجيكا وامريكا اللي هتكون الساعه 10 بالليل. تمام. ولكن يسبقها بقى الساعه 6 ان شاء الله الارجنتين وسويسرا. الارجنتين وميسي بقى. الارجنتين ميسي طبعا واحد من افضل لعيبه المونديال، بيتنافس مع جيمس دوريجز نجم المنتخب الاولمبي على لقب افضل لاعب في المونديال. جيمس دوريجز هداف البطوله 5 تجوان، بيجي بعده ميسي ب4 تجوان مع نيمار. ميسي عامل شغل كويس قوي في الثلاث ماتشات اللي لعبتهم ميسي في الارجنتين في البطوله دلوقتي، مان اوف ذا ماتش في الثلاث ماتشات، افضل لاعب في الثلاث ماتشات. ميسي بيقدم اداء مع المنتخب الارجنتيني ما قدموش قبل كده مع المنتخب الارجنتيني. صحيح. كان دايما في شكوى انه ميسي برشلونه غير ميسي الارجنتين، عكس نيمار. عكس نيمار، يعني نيمار مع برازيل افضل من برشلونه عند حضرتك حق، ولكن ميسي السنه دي مختلف تماما. ميسي واضح ان هو عايز كاس العالم. قبل كاس العالم كانت الناس بتقول المستوى اللي قدمه ميسي السنه اللي فاتت مع برشلونه ما ياهلوش انه يقود الارجنتين لكاس العالم، كان وجهه نظري انه ميسي شايل لكاس العالم، او ميسي تركيزه كله لكاس العالم، وده واضح جدا في البطوله. ميسي واضح انه ما وثقش لقب اسطوره عشان هو ما خدش كاس العالم، هو على وشك انه ياخد كاس العالم. في رايي ان الارجنتين هي المنافس الوحيد مع الالمان على لقب كاس العالم، مع الاحترام للبرازيل انا شايفها مستوى الفني سيء جدا. تكسب بالجمهور بالظبط كده، بالجمهور والارض والاجواء وما شابه. يعني ماتشاتها مع ماتشها مع تشيلي يعني كان حاجه سيئه جدا، وحتى في دول المجموعات كانت بتكسب بصعوبه، حتى في المكسيك كان عندها ماتش صعب جدا، حتى كرواتيا كانت على وشك انها تكسبها لولا التحكيم لو تفتكر الحكم الياباني السيء جدا في ماتش كرواتيا الافتتاحي. الارجنتين طبعا عندها مجموعه من اللعيبه حدث ولا حرج بقى، ليونيل ميسي، انخيل دي ماريا، هيجواين، لافيتزي، عندها مجموعه من اللعيبه تقدر يعني هجوميا عبقريه. الارجنتين عندها شويه تحفظات من الناحيه الدفاعيه ولكن هجوميا ممتازه. سويسرا بتعتمد على 2 بقى بصراحه، هيتزفيلد المدرب التاريخي العبقري، المدرب الممتاز جدا اللي يقدر يقود فريق حتى لو ما عندوش عناصر، وبتعتمد على نجمها الاول شاكيري لاعب بايرن ميونخ، رغم ان هو مش اساسي مع بايرن ميونخ ولكن بيقدم مع سويسرا في البطوله دي مستوى مبهر جدا. طبعا فرص سويسرا اضعف بكتير من فرص الارجنتين، ولكن زي ما بقول لك هترتكن على قوه المدير الفني هيدمار هيتسفيلد. اكيد. طب عايز في الدقائق البسيطه المتبقيه اسالك بقى، في دور الثمانيه فرنسا والمانيا، فرنسا والمانيا التقوا مرتين، وفي الدور قبل النهائي في 82 وفي 86، وفي المرتين تفوق المنتخب الالماني. صحيح. تتصور الكلاكيت ثالث مره هيبقى في 2014؟ بص السنه دي بالذات الكف يعني متكافئه جدا بين المنتخب الالماني
بس فرنسا بتقدم مستوى مبهر جدا زي ما بقول لحضرتك. حتى المانيا امبارح صحفيه بيلد قال لك منتخب العار بالظبط. ورغم كده يعني ونفتكر مع حضرتك انا شايف ان المانيا ستيل لسه هي المرشح الاول للفوز بالبطوله. المانيا انا مقتنع تماما ان مع العرض بتاع امبارح ده مع كل حاجه يعني كل شيء يعني بص المانيا منتخب منظمه مثلا. شوف انا اول حاجه انا كنت بتفرج امبارح على المانيا والجزائر وشايف ان الجزائر قدمها مستوى كويس، بس متخيل حتى لو الجزائر جابت جون المانيا هتعرف تعوض. منتخب تقيل في الملعب يعرف ازاي يقدر يحسم المباراه في اي وقت ويقدر يحسمها امبارح حتى لو حسمها في الاكسترا. انت مطلع في مخيلتك مطلع هولندا بره الحسابات؟ يعني انا شايف ان هولندا في الادوار الحاسمه هتبقى القصه بين المانيا والارجنتين. طبعا السيمي فاينال هيبقى فيه ممكن المانيا والارجنتين وهولندا والبرازيل. ما هو قدامنا اهو يعني دلوقتي مفهوم. فرنسا هتقابل المانيا، المانيا البرازيل هتقابل كولومبيا. انت مرشح كولومبيا على البرازيل؟ كولومبيا كولومبيا اكتر منتخب لاتيني مع الارجنتين بيقدم مستوى مبهر السنه دي. كولومبيا هي الحصان الاسود في كاس العالم السنه دي. كولومبيا عندها يعني عايز اقول لك مثلا واحد زي جيمس رودريجيز ده اللي بيلعب في موناكو الفرنسي يا كابتن مدحت لو تفتكر من سنتين راح من بورتو البرتغالي لموناكو الفرنسي ب 45 مليون يورو. الناس استغربت ساعتها مين اللعيب الصغير اللي راح ب 45 مليون يورو موناكو وازاي بيعملوا كده. يعني لعيب ممتاز جدا لازم تتابعه حضرتك لو ما شفتوش بشكل كويس. هو هداف البطوله لحد دلوقتي بخمس اهداف، لعيب هايل قائد كويس لمنتخب كولومبيا. الناس زعلت ان رادامين فالكاو هيغيب عن البطوله، بس منتخب كولومبيا فعلا مليان نجوم تكتيكيا وفنيا ومن حيث العناصر حتى افضل من المنتخب البرازيلي. البرازيل زي ما حضرتك قلت هترتكن بس على الجماهير والملعب. على كل الاحوال سكه فرنسا المانيا برازيل كولومبيا بعيد عن سكه ارجنتين سويسرا بلجيكا وامريكا هولندا كوستاريكا، بما يعني انه سكه فرنسا والمانيا هتصطدم ببرازيل او كولومبيا. صحيح. بما يعني إن واحد من الاربعه دول هيروح النهائي. صحيح. يا فرنسا يا المانيا البرازيل يا كولومبيا. اظن المانيا. تظن انت المانيا. وبعدين بعد كده ارجنتين او سويسرا بلجيكا او امريكا. اولا انت بتقول ايه ارجنتين النهارده؟ ارجنتين اكيد. وبلجيكا امريكا؟ بلجيكا امريكا مواجهه متكافئه جدا بصراحه. متكافئه. طيب يعني. خلاص خلينا نستنى دي لما نشوف ايه اللي هيحصل. زي ما قلت لك اظن هتبقى الارجنتين والمانيا هيبقوا في الفاينل. ارجنتين والمانيا في الفاينل. وسجل يا ناصر. يا رب سجل يا ناصر. ده يبقى تكرار ل 86 بالظبط. بالظبط تكرار. لا المنتخبين ممتازين بصراحه. ممتازين جدا. احنا سعدنا بيك يا استاذ كريم. شكرا جزيلا. انا اسعد كابتن محمد. شكرا جزيلا المشرف العام الاستاذ ابو المعاطي زكي رئيس التحرير الاستاذ محمد القاضي النشطاء احمد عبد اللطيف بسام ابو بكر محمد موسى نهله شلبي محمد البطران ودائم الابداع محمد ناصر الدين. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.